مطارات دبي كان لها دور رئيسي في إنجاح هذا المشروع، ولا ننسى سمو الشيخ أحمد بن سعيد لدعم هذا المشروع ومتابعة الأخت أنيتا مهرة اللي كانت معانا خطوة بخطوة من بداية المشروع، وإن شاء الله أن نتمنى أن الجميع يكون سعداء وزوار دولة الإمارات من خلال دبي أكثر سعادة، والجميع إن شاء الله يكون يحمل شريحة. شكرا لك.